سلام، أنا معاد أحبوش. مرحبا بكم في هذه السلسلة اللي غادي نلخصوا فيها الدروس ديال الاجتماعيات مستوى أولى باك. فالجهوي على الأبواب، دونك في هذه السلسلة غادي ناخدو أكبر قدر ممكن من المعلومات في واحد الوقت قصير ووجيز. هذه السلسلة هذه غتكون عبارة على قصص اللي غتفهم فيها الدروس بواحد الشكل واضح. في هذه السلسلة غنحاول أنني نخليك تستوعب جميع الدروس ديال الاجتماعيات من الأول ديال العام حتى الآخر. وفي هذه السلسلة هذه غادي تحفظ بلا ما تحس أنك حفظتي، وكون متأكد أنك غتجيب نقطة زوينة في الجهاوي. فعلى بركة الله نبدأ الدرس ديالنا الأول، اللي هو التحولات اللي عرفها العالم في القرن 19. غنعرفوا أهم هذه التحولات وغنعرفوا الانعكاسات ديالها في العالم. فالعالم من بعد الثورة الصناعية عرف واحد بزاف ديال التحولات. كانت تحولات اقتصادية، أي أنها أثرت على الاقتصاد العالمي، وتحولات اجتماعية، وتحولات فكرية. نبداو بالتحولات الاقتصادية. التحولات الاقتصادية انعكست على واحد ثلاثة المجالات مهمين: المجال الفلاحي، والمجال الصناعي، والمجال المالي. ففي المجال الفلاحي، العالم ولا كيعتمد على الآلات الفلاحية بواحد الشكل كبير، ولا كيعتمد عليها في جميع مراحل الإنتاج. يعني اليد العاملة باي باي، والأسمدة والمبيدات الكيماوية ولات كتستعمل بواحد الشكل كبير. إضافة إلى ذلك، فالعالم ولا كيعتمد على واحد النظام آخر في الفلاحة. فقبل كان واحد النظام سميته نظام إراحة الأرض، ولكن عوضوه بنظام الدورة الزراعية. نظام إراحة الأرض كيعتمد على محصول واحد في العام كامل، يعني أنهم إلا زرعوا القمح كيحصلوا على القمح فقط. أما النظام ديال الدورة الزراعية فكيعتمد على عدة محاصيل، يعني في العام كامل في الفصول بربعة، يعني أنهم ممكن يزرعوا القمح ويحصلوا عليه في الربيع، ويزرعوا عاوتاني الفول مثلا ويحصلوا عليه مثلا في الفترة ديال الخريف مثلا. فهاد التحولات هذه كاملة خلات تضاعف الإنتاجية يتحسن بزاف، والمردودية حتى هي تحسنت بواحد الشكل كبير. وهذا غينعكس تماما على المجاعة. فبما أنه كاين المردودية، فالقضاء على المجاعة كان واحد الشيء اللي سهل، وارتفعت النسبة ديال السكان الحضرية حيت الناس ولات الهجرة القروية بواحد الشكل كبير. الناس كيحاولوا ما أمكن يمشيوا للمدينة. فهذه كانت هي الانعكاسات ديال التحولات الاقتصادية في المجال الفلاحي. دابا غندوزو للمجال الصناعي. في المجال الصناعي أيضا ولاو كيعتمدوا على الآلة بشكل كبير، يعني أن الإنسان باي باي، ما بقاش عنده ذاك الدور الكبير. يعني الآلة ولات كتخدم بلاصة الإنسان، وحتى هاد القضية كانت في جميع مراحل الإنتاج. وهكا الحجم ديال الإنتاج ولا كيكبر وكيتطور. إضافة إلى ذلك أن تطورات قيمة الصادرات الصناعية، فالدولة ولات كتصنع بزاف، يعني أنها كتصدر بزاف، وهذا الشيء طبعا غيساهم في ارتفاع الناتج الوطني الخام. الناتج الوطني الخام هو القيمة السوقية في السنة، يعني الثروة اللي كتنتجها ديك الدولة في السنة، سواء في الصناعة أو الفلاحة أو التجارة والخدمات. هذا الشيء كله كيتحسب وكيعطينا بما يسمى الناتج الوطني الخام. المجال الأخير اللي بنت فيه الإنعكاسات ديال التحولات الاقتصادية كان هو المجال المالي. في هذا المجال النظام الرأسمالي داز من ثلاثة ديال المراحل. فراه انتقل من الرأسمالية التجارية اللي كانت كتعامل بالتجارة، للرأسمالية الصناعية المنسوبة للصناعة، وهو يولي تتعامل بالرأسمالية المالية، يعني العملة. فاللي خلى المجال المالي يتحول بهذا الشكل من البيكالا للطيارة هو الانعكاسات ديال هاد التحولات الاقتصادية. سالينا دابا من التحولات الاقتصادية، غندوزو للتحولات الاجتماعية. فالتحولات الاجتماعية اللي عرفها العالم في القرن 19 كانت عدة تحولات: تحولات ديموغرافية، تحولات حضارية، وتحولات طبقية. التحولات الديموغرافية كانت هي أن
الدولة الرأسمالية كان عندها واحد الانفجار ديموغرافي، كان بنادم كتير، نسبة توالد كبيرة، كان الإنسان ما لاقي ما يدير تيمشي يولد، ونسبة الوفيات كانت قليلة بطبيعة الحال. علاش؟ حيتاش كان واحد التقدم الطبي هائل، ومستوى العيش تحسن بواحد الشكل مزيان، وكما قلنا التحولات انعكست بواحد الشكل كبير في القضاء على المجاعة، يعني أن المجاعة ما بقاتش واحد المشكل كبير في أوروبا ولا في العالم كامل، وهذا هو اللي ساهم في التضاعف ديال عدد السكان. فمادام ما كايناش المجاعة الإنسان ما غيموتش بالجوع، وما كاينش الأمراض، يعني الطب ولا كيتعامل وكيتكيف مع أي مرض ظهر، دونك الإنسان نقدروا نقولوا أنه كياكل القوت ويتسنى الموت في ديك الوقيتة. دونك تضاعف عدد السكان كان شي حاجة نورمال. فهذه كانت هي التحولات الديموغرافية في كافة الدول الرأسمالية. من بين التحولات الاجتماعية اللي عرفها العالم في القرن 19 كانت التحولات الحضارية، يعني أن الساكنة القروية صافي ما بقاش لها داك الحب للبادية والقرية، صافي كل شي باغي يهجر للمدينة. فالناس كانت كتشوف إلا مشات للمدينة غيلقاو واحد المستوى أفضل للعيش، وغيلقاو واحد الفرص اللي واجدة للخدمة، دونك نسبة التمدين كانت بواحد الوتيرة سريعة. والعكس كذلك صحيح، فنسبة الساكنة القروية تراجعت بواحد الشكل كبير. فملي ولات الهجرة القروية بواحد الكثافة وواحد الوتيرة اللي مجهدة بزاف، إضافة إلى النمو الديموغرافي، كان بنادم ملاقي ما دار كيمشي يولد، فبانت واحد المدن اللي مليونية، يعني كتوصل لمليون، المدينة فيها جوج المليون مليون شخص، يعني بانت النتائج ديال هاد النمو الديموغرافي وهاد الهجرة القروية. في القرن 19 بانت واحد التحولات طبقية، يعني طبقة البرجوازية اللي عندها النفوذ ووسائل الإنتاج ووسائل الإعلام والمصانع تطورات بواحد الشكل كبير، وكذلك العكس صحيح، الطبقة العمالية البروليتاريا اللي كانت كتعاني من الاستغلال تأزمات الوضعية ديالها، وتأزمات كذلك المكانة ديالها في المجتمع. أنفهموا دابا التحولات الفكرية اللي عرفها العالم في القرن 19. فالتحولات الفكرية كانت عبارة على مذاهب، يعني واحد المذاهب اشتراكية صوبوها شي ناس وداروها، هي اللي شكلت التحولات الفكرية. فبانت ربعة ديال المذاهب اللي عرفها العالم في القرن 19، كاين الاشتراكية الطوباوية، والاشتراكية الفوضوية، الاشتراكية العلمية، والاشتراكية الليبرالية الكلاسيكية. ما غدوخوش، ما تخافوش، انا غنشرح هذا الشيء بالتفصيل. الاشتراكية الطوباوية كان من اشهر الرواد ديالها هو روبرت اوين. هاد روبرت اوين هذا كان واحد السيد اللي ظريف بزاف، وكان كيطالب بانهم يعتمدوا على واحد النظام يكون تعاوني باش يساليو من الاستغلال الرأسمالي للعمال. فالرأسماليين كانوا كيستغلوا العمال بواحد الشكل كبير، والعمال كانوا كيقاسيو في القرن 19. فروبرت اوين هو اللي كان من اشهر الرواد ديال هاد الاشتراكية الطوباوية اللي كانت كتعتمد على الطيبة والطيبوبة، داكشي علاش طالبهم باش انهم يعتمدوا على واحد النظام تعاوني. فالمذهب الثاني هو الاشتراكية الفوضوية. علاش تسمات بالاشتراكية الفوضوية؟ الاشتراكية الفوضوية كان من اهم الرواد ديالها هو جوزيف برودون. هاد السيد هذا طالب بالعمال انهم يحيدوا الدولة، يعني انهم يحيدوا الحكومة ويخليوا الدولة تطيح، يطيحوا الدولة بلا ما يدير شي حلول لعملية اللي تخلي الدولة انها تنظم وانها تضمن السلم والسلام. فهاد الاشتراكية هادي ما كان عندها لا ساس لا راس، فجوزيف برودون بغي يخلي الدولة بحال الدجاجة اللي مقطوع لها الراس، يعني انهم يطيحوا الدولة ولكن بدون حلول، بدون اي براتيك. فرهاد جوزيف برودون كان كيطالب فقط ان العمال يطيحوا الدولة لا غير، وداكشي علاش تسمات بالاشتراكية الفوضوية، يعني اشتراكية
ما عندها لا ساس لا راس، من مور أن الدولة تطيح غتعم الفوضى. المذهب الثالث هو الاشتراكية العلمية. علاش تسمت بالاشتراكية العلمية؟ حيتاش تنشأت على أسس علمية، واللي كان من الرواد ديولها الفيلسوف الشهير مؤسس علم الاقتصاد كارل ماركس، وما نساوش أن الصديق ديالو اللي عاونه فريدريك إنجلز الفيلسوف المشهور جدا. هاد الجوج هادو اعتبروا أن البشرية، تاريخ ديال البشرية، هو نتاج، يعني نتيجة ديال واحد الصراع طبقي. هاد الطبقات كانوا جوج، كانت البرجوازية وكانت البروليتاريا في ذاك الوقت. فالفكرة ديال هاد الجوج هادو هما أنهم طالبوا بإسقاط النظام الرأسمالي، وبغاو يعوضوه بواحد النظام يكون اشتراكي ديال العمال، وكانوا بغاو يسميوه نظام اشتراكي للعمال. وهذا النظام هذا كان تحت القيادة ديال البروليتاريا اللي هم العمال بطبيعة الحال. المذهب الرابع والأخير كان هو الاشتراكية الليبرالية الكلاسيكية. هذه الليبرالية الكلاسيكية كانت بزعامة آدم سميث. هذا آدم سميث كان من الجهة ديال البرجوازية، كان كيدافع على المصالح ديال البرجوازية، وكان كيعتمد على التوجه الليبرالي. هذا التوجه الليبرالي كان قائم على واحد الأساس اللي هو حرية الاقتصاد، يعني أنك ممكن يكون عندك الفلوس، الملكية الفردية والملكية الخاصة، يعني أن فلوسك يبقاو ديالك ما يتدخل فيهم حتى شي واحد، يعني أنت ما شغلكش في الطبقة العمال، أنت من الطبقة البرجوازية فلوسك ما يتدخل فيهم حتى شي واحد. فكانت هذه هي التحولات الفكرية اللي عرفها العالم في القرن 19. في القرن 19 بنت واحد الحركة عمالية وواحد المجموعة من الهيئات النقابية. هذه الحركة العمالية وهذه الهيئات النقابية كانوا كيدافعوا بشكل كبير على العمال وعلى القساوة اللي كيعانيوا منها هاد العمال. فالعمال كانوا كيعانيوا بواحد الشكل كبير، كانوا كيخدموا 8 ديال السوايع بواحد الأجور زهيدة. مثلا كتخدم انت 8 ديال السوايع تتاخد 5 درهم مغربية، يعني نص دولار أمريكي، يعني حمار الطاحونة وصافي. فكانت هذه القساوة بهذا الشكل هذا، وهذا هو اللي خلى الوعي السياسي يرتفع. الناس ولات كتنخرط في النقابات بواحد الشكل كبير، كيزعموا ولاو تيزعموا على انخراط في النقابات اللي كتدافع على الحقوق ديالهم. دار واحد التأطير للعمال، وهذا الشيء كامل خرج بواحد النتيجة إيجابية للعمال. فراح حققوا عدة مكاسب بحال الاعتراف بحق الانتماء النقابي وحق الإضراب وتخفيض الساعات ديال العمل بطبيعة الحال وتحسين الأجور. فمن بعد هذه المفاوضات ما مشاوش بيديهم خاويين، بل حققوا عدة مكاسب اللي كانوا طامحين أنهم يحققوها. كخلاصة، هذه التحولات كلها اللي شهدها العالم الرأسمالي في هذا القرن هذا اللي هو القرن 19 كانت تأثيرات إيجابية. كانت تأثيرات إيجابية عززت واحد القوة ديال الاقتصاد، يعني الاقتصاد ولا قوي لجميع الدول الرأسمالية. ولكن كانت لها تأثيرات سلبية اللي كانت مرتبطة بذاك التنافس الإمبريالي اللي كان ما بين الدول الأوروبية، وهكذا غتندلع الحرب العالمية الأولى في 1914، التنافس الإمبريالي والاندلاع الحرب العالمية الأولى. كلنا عارفين أن أول سبب مباشر للحرب العالمية الأولى هو القتل ديال الطالب الصربي غافريلو برينسيب الولي عهد نمسا فرانس فرديناند. ولكن راه قبل ما يوقع هذا الحادث اللي سبب في الحرب العالمية الأولى، كانت من قبل هذا الحادث واحد الأحداث اللي كانت كتشير أن واحد الحرب دموية كبيرة غتوقع. هاد الأحداث هي التنافس الإمبريالي اللي غنشرحه في هذا الدرس. فشنا هي المظاهر ديال هاد التنافس الإمبريالي، وشنا هي الوسائل ديال هاد التنافس الإمبريالي، وشنا هما الأزمات الدولية والعلاقة ديال هاد الأزمات الدولية بالاندلاع ديال الحرب العالمية الأولى. غنبداو بالمظاهر ديال التنافس الإمبريالي. المظاهر ديال التنافس الإمبريالي كانوا جوج: التنافس الاقتصادي والتنافس السياسي. التنافس الاقتصادي كان ما بين ثلاثة ديال الدول، كانت فرنسا وكانت إنجلترا
وكانت الإمبراطورية الألمانية اللي الله تكونت في 1871. هاد الدول بثلاثة كانوا طامعين في المناطق ديال البلقان والمناطق ديال إفريقيا، وخصوصا المناطق ديال النفوذ، دوك المناطق اللي يمكن لأي دولة تستثمر فيهم وتخليهم يخدموا الاقتصاد ديال الدولة ديالها. وما نساوش أن في الدرس اللي فات ختمت لكم باللي راه واخا كانت هذيك التحولات في العالم في القرن 19 واخا كانت إيجابية، ولكن راه كانت عندها واحد السلبيات هي اللي خلت هذا التنافس الإمبريالي يطرى. فألمانيا وفرنسا وإنجلترا واخا كان عندهم داك الإنتاج كبير وواحد المردودية كبيرة، ولكن فاش يصرفوا داك الفائض ديال الإنتاج كان خاصهم يلقاو شي مناطق بحال المناطق ديال إفريقيا والمناطق اللي في البلقان. وماشي غير الفائض ديال الإنتاج، بل حتى الفائض البشري، فكان عندهم واحد البشر كتير. يعني كما قلنا في الدرس اللي فات أن ديك التحولات خلات شي مدن يوليو مليونية، يعني مليون ديال البشر في مدينة واحدة، دونك كانوا باغيين يتخلصوا منهم في هاد المناطق، هذه المناطق إفريقيا والمناطق ديال البلقان. بالنسبة للمناطق اللي في البلقان كانت صربيا، رومانيا، بلغاريا، سلوفينيا، البوسنة والهرسك، اليونان، ألبانيا. أما المناطق الإفريقية اللي كنهضروا عليها فهي المناطق اللي كاينة في القارة الإفريقية بصفة عامة، كاين الجزائر، كاين تونس، كاين ليبيا، كاين حنايا، كاين تقريبا القارة الإفريقية كاملة. دابا سالينا من التنافس الاقتصادي، غندوزو للتنافس السياسي. التنافس السياسي كانت كل دولة أوروبية بغى حقها من الحلوة. يعني إنجلترا كانت كتستهدف الهند بواحد الشكل كبير، وكانت كتشوف أن النمو ديال القوة البحرية في ألمانيا غتشكل عليها واحد الخطر اللي كبير بزاف، وما غتخليهاش تحكم السيطرة ديالها بالهند. أما بالنسبة لألمانيا فحتى هي كانت بغى توسع المستعمرات ديالها على إنجلترا وفرنسا. الإمبراطورية الألمانية كانت موجهة التركيز ديالها في غرب أوروبا فقط. وأخيرا فرنسا اللي كانت باغا ترجع ديك الألزاس واللورين اللي خدتها منها ألمانيا. فألمانيا في 1871 كانت هرفات على واحد المنطقة سميتها الألزاس واللورين، الفرنسا هرفات عليها وردتها ديالها. دونك فرنسا كانت باغا ترجع ديك الألزاس واللورين وباغا تكبر الإمبراطورية الاستعمارية ديالها في شمال إفريقيا. يعني فرنسا كانت باغا توسع على حساب المغرب، على حسابنا حنايا. فكان هذا هو التنافس السياسي اللي كان ما بين انجلترا والامبراطوريه الالمانيه وفرنسا. هكا غنكونوا سالينا مظاهر التنافس الامبريالي. غندخلوا للوسائل ديال التنافس الامبريالي. كانوا ثلاثه ديال الوسائل ديال التنافس الامبريالي، كانوا الاحلاف، وكان التسابق نحو التسلح، وكان التغلغل السلمي. هادو بثلاثة غنشرحوهم بالتفصيل الممل. بالنسبة للأحلاف كانوا جوج ديال الأحلاف، كان التحالف الثلاثي، مسمي بالتحالف الثلاثي حيتاش كانت فيه ألمانيا والنمسا وهنغاريا، وكانوا ضد الوفاق الثلاثي. هاد الوفاق الثلاثي كانت فيه فرنسا وروسيا القيصرية يعني الاتحاد السوفيتي وإنجلترا يعني بريطانيا بصفة عامة. هاد التحالف الثلاثي هو اللي كان كيتسمى بدول المحور، كانت فيه ألمانيا والنمسا وإيطاليا. أما الوفاق الثلاثي هو اللي كان كيتسمى بدول الحلفاء، ففين ما تسمع دول الحلفاء عرفها فرنسا، الاتحاد السوفيتي وبريطانيا يعني إنجلترا. فهاد الأحلاف بهاد الشكل كان وسيلة من وسائل التنافس الإمبريالي. ندوزو دابا للتسابق نحو التسلح. ففي الفترة قبل ما تبدأ الحرب العالمية الأولى كانت كل دولة كتنش على الكبالة ديالها، كل دولة كترفع من أعداد الجيوش وكتتطور من ذاك العتاد العسكري، كل دولة كانت كتزيد من المصانع ديال الأسلحة، وهذا الشيء اللي كان كيمهد أن واحد الحرب عالمية غادي تنوض. واخا ما كانت لا حرب لا والو، كل دولة أوروبية كانت كتوجد راسها وكانت كتسلح، حيت كانوا عارفين من بعد هذا التنافس الإمبريالي ضروري تجي واحد الحرب كبيرة بيناتهم، دونك كانوا كيتسلحوا باش حتى الى نطشي حرب يلقاو راسهم مسلحين، ماشي عاد غيتسلحوا. وهذه كانت هي الوسيله الثانيه من وسائل التنافس الامبريالي. الوسيله الثالثه هي التغلغل السلمي. شنو هو التغلغل السلمي؟ هو واحد التغلغل ما فيه لا حرب لا والو، سلمي ما فيه لا صداع لا حتى شي حاجه. هذا التغلغل هذا دارته النمسا، هي في الحقيقه الاسم ديالها الكامل هو الامبراطوريه النمساويه المجريه،
ولكن باش نختصروها غنبقاو نقولوا النمسا. فالنمسا كانت كتدخل بواحد الطريقة سلمية للمناطق ديال البلقان، كانت كتصيفط الترانات كيمشيو يسنيو معاهدات تجارية وكيرجعوا في حالهم، وهاد المعاهدات التجارية كانت مستفدة بها بالبيان في الاقتصاد، وماشي غير الخطوط السككية فقط، فراح حتى الملاحة كانت كتنشطها في واحد النهر سميتو الدانوب، وهاد القضية حتى هي كانت نفعها مزيان. هكا غنكونوا سالينا الوسائل ديال التنافس الإمبريالي. الوسائل اللي ذكرنا هي الأحلاف، التسابق نحو التسلح، والتغلغل السلمي ديال النمسا. دابا غندوزوا لآخر حاجة اللي هي الأزمات الدولية والعلاقة ديالها بالحرب العالمية الأولى. أول أزمة هي الأزمة ديال 1905. هاد الأزمة هذه كانت فيها فرنسا وألمانيا، فألمانيا صفتات واحد الإمبراطور ألماني سميتو غيوم الثاني، صفتاته لطنجة في 1905. فهاد الإمبراطور هذا ما كانش حامل داك المخطط الاستعماري اللي دارته فرنسا على المغرب، وكان كيعتبره تبرهيش دبلوماسي كان كيضرب في ألمانيا. فسيناو واحد المؤتمر سميتو مؤتمر الجزيرة الخضراء في 1906 باش يحلوا دوك الخلافات اللي كانت ما بين فرنسا وألمانيا على المغرب. الأزمة الثانية اللي كانت جاية في الطريق هي الأزمة ديال أكادير في 1911. ففي 1911 كانت غتنوض واحد الحرب كبيرة ما بين فرنسا وألمانيا، ففرنسا صفتت واحد الحملة حربية لفاس، وألمانيا كذلك صفتت واحد البارجة كبيرة، بارجة حربية لأكادير. ولكن في آخر المطاف قرروا أنهم يساليوا هذه الأزمة هذه وما يسينيوا واحد الاتفاقية اسمتها اتفاقية برلين في 1911. في هذه الاتفاقية هذه فرنسا سمحت لألمانيا على التيوري أنها تأخذ واحد الجزء من الكونغو، ففرنسا كانت مستعمرة الكونغو، وبالفعل سمحت لألمانيا أنها تأخذ واحد شوية من الكونغو وتنسى عليها المغرب. هادو كانوا جوج أزمات على المغرب. أجي نشوفوا دابا الأزمات البلقانية اللي طرات قبل الحرب العالمية الأولى. فالأزمة البلقانية الأولى كانت في 1908. هاد الأزمة هذه كيفاش وقعت؟ وقعت حيتاش النمسا ضمات البوسنة والهرسيك وما داتهاش في الرغبة ديال صربيا. فصربيا كانت باغا دير الوحدة اليوغوسلافيا اللي كانت داخلة فيها البوسنة والهرسيك، ولكن النمسا ما عطاتهاش اعتبار، ما سوتها لهاش، ونضت ضمات البوسنة والهرسيك. فهكذا نضت واحد التوترات ما بين صربيا والنمسا. الأزمة البلقانية الثانية كانت في 1913. هاد الأزمة هذه كانت غريبة واحد شوية. هاد الأزمة شاركت فيها الدول البلقانية، فصربيا واليونان وبلغاريا نادوا داروا واحد العصبة وسموها العصبة البلقانية، ومشاو يتحاربوا مع الدولة العثمانية ضد الأتراك. فهاد العصبة البلقانية غلبات الأتراك بواحد الوحشية كبيرة، وخلاتهم يتخلاو على كاع الممتلكات ديالهم اللي كاينة في البلقان. ولكن المصيبة اللي طرات هي أن هاد العصبة البلقانية اللي فيها صربيا واليونان وبلغاريا حتى هي طرا فيها مشكل، ونات واحد الحرب ما بين بلغاريا وصربيا. علاش؟ حيتاش فاش غلبوا الدولة العثمانية، فاش غلبوا الأتراك، ديك الغنائم ديال الحرب اللي خداوها ما عرفوش كيفاش يقسموها، ونات الحرب بيناتهم. ولكن في الأخر صربيا هي اللي انتصرت وهي اللي دات الغنائم. فبخلاصة الحرب العالمية الأولى راه ما ناتش بسبب اغتيال ولي عهد نمسا على يد طالب صربي اللي كلنا عارفينه، راه ناتش بسبب التنافس الإمبريالي اللي كان سبب غير مباشر. فالحرب كانت نايضة نايضة، ولكن الاغتيال ديال ولي عهد نمسا فرانس فرديناند على يد داك الطالب الصربي غافريلو برينسيب كانت هي الشرارة الأولى ديال الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى بدأت في 28 يوليو 1914 وسالات في 11 نوفمبر 1918. هاد 4 سنين هادي كانت أسود سنين في أوروبا. هاد الحرب هادي المجموع ديال القتلة ديالها 9 مليون ديال الأشخاص. هاد الحرب هادي كانت أكبر جريمة في التاريخ ديال البشرية كلها. فأولا غنعرفوا المراحل ديال الحرب العالمية الأولى، وغنعرفوا النتائج ديال هاد الحرب هادي. المراحل ديال الحرب العالمية الأولى كتنقسم لجوج ديال المرحلات. كاين المرحلة الأولى اللي كانت من 1914 حتى 1917. هاد المرحلة هادي المدة ديالها كانت طويلة، فراه 3 سنين
والحرب نايضة. هاد الحرب هادي كانت مختلفة تماماً على الحروب اللي كانوا من قبل، فراه لا في القرن 19 ولا في القرن 18 ولا في القرون اللي دازوا كانت الحروب، ولكن ما كانتش طويلة بحال هاد الشكل هذا. الحروب كانت في النهار مثلاً كيمشي جيش ديال هاد الدولة هادي وجيش ديال هاد الدولة كيمشيو يتحاربوا في النهار، واللي ربح كيدي الغنائم. أما في 1914 فكانت الحرب طويلة 3 سنين وهما كيتقاتلوا، 3 سنين ديال العذاب وديال الموت وديال القتل. في هاد 3 سنين هادي ما بقاوش كيعتمدوا على ديك الحرب ديال الحركة، يعني جيش كيمشي يتحارب مع هاد الجيش بطريقة عشوائية، لا ولاو كيحفروا الخنادق وكيتحاربوا من البعيد. فهاد الشيء علاش هاد الحرب كانت طويلة المدى. في هاد المرحلة هادي إيطاليا غتنسحب من التحالف الثلاثي، ولكن غتشونج بلاصتها بلغاريا والإمبراطورية العثمانية. في هاد المرحلة هادي اللي امتدت من 1914 إلى 1917 الألمان حققوا واحد انتصارات كبيرة وفي بزاف ديال المعارك، ولكن هاد الانتصارات ما كانتش حاسمة، ما كانتش حققات داك النصر الكامل. ألمانيا إلا بغينا نشبهوها غنقولوا بحل واحد الماتش ديال الكرة، مثلا الريال والبارسا، الريال غلب البارسا مثلا 3-0، ولكن غلبها في الدقيقة 70، يعني باقي 21 دقيقة ممكن ترجع فيها البارسا على الريال. فهكا كانت ألمانيا، كانت انتصرت في عدة معارك ولكن ما كانتش ديك المعارك حاسمة، يعني دول الحلفاء كانت ما منهزماش 100%. المرحلة الثانية كانت من 1917 حتى 1918. هاد المرحلة هادي كانت قصيرة المدى، فراه عام واحد وقعوا فيه بزاف ديال الحوايج. في 1917 غتندلع واحد الثورة في روسيا. هاد الثورة هادي كانت بالزعامة ديال واحد السيد سميتو لينين. هاد لينين هذا جا وخلى روسيا تنسحب من الحرب العالمية. ألمانيا كانت مزيانة لها هاد القضية، فراه كانت قادة تكونسونطرا غير في الغرب وتنسى عليها الشرق. فمادام روسيا انسحبت من الحرب فألمانيا ممكن تكونسونطرا غير في الغرب دابا. ولكن الصاعقة اللي نزلت على ألمانيا هي أن الولايات المتحدة الأمريكية غتدخل في الحرب مع فرنسا وإنجلترا، حيث ألمانيا كانت كتشوف أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت كتعاون بواحد الشكل غير مباشر فرنسا وإنجلترا، كانت كتعاونهم في السلاح وكانت كتعاونهم في العتاد العسكري. فألمانيا ناطت قصفات السفن ديال الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات بطبيعة الحال غتدخل في الحرب ضد ألمانيا. الحرب غادي تسالي في 11 نوفمبر 1918، وغتنتصر فيها دول الحلفاء اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا. كانت هذه هي المراحل ديال الحرب العالمية الأولى. أجي دابا نشوفوا النتائج. النتائج غنقسموها لثلاثة، كاين نتائج بشرية وكاين نتائج سياسية وكاين نتائج اقتصادية. النتائج البشرية فبطبيعة الحال 9 مليون ديال الناس اللي مات في هذه الحرب هذه، وارتفاع عدد القتلى كان من الشباب الذكور، وهذا الشيء خلى الخلل يوقع في التوازن الديموغرافي، ومعدل الولادات كان منخفض بزاف. من الجهة الأخرى فكانت نسبة الشيوخ مرتفعة نسبيا، هذا الشيء هذا خلى المرأة أنها تخرج وتدبر على رأسها في شي خدمة، ولات كتلعب الدور ديال الرجل. وانتشرت المجاعة بواحد الشكل كبير، والأسعار ديال المواد الاستهلاكية، المواد ديال الغذاء بحال الزيت والطحين والقمح كانت نادرة في ذاك الوقت. فهكذا يمكن لك تصور الحال اللي وصلت له أوروبا في ذاك الوقت. أما بالنسبة للنتائج السياسية ففي 1919 نعقد واحد المؤتمر ديال الصلح ما بين دول الحلفاء ودول المحور. في هذا المؤتمر سيناو واحد المعاهدات كانت قاسية على دول المحور، فسيناو معاهدة فرساي مع ألمانيا، ومعاهدة سان جيرمان مع النمسا، ومعاهدة نوي مع بلغاريا. الخريطة السياسية ديال أوروبا تغيرت جذريا،
وبانت واحد دول جديدة. الألزاس واللورين رجعوها لفرنسا، ديك المنطقة اللي كانت هارفة عليها الإمبراطورية الألمانية لفرنسا، والنظام القيصري اللي كان في روسيا حيدوه طيروه، داك النظام القيصري اللي كان مترأسه نيكولا تاني حيدوه ما بقاش. أما بالنسبة لألمانيا فالنظام الديكتاتوري اللي كان شادو فيلهلم الثاني حتى هو طيروه، وحطوا في ألمانيا واحد الحكومة سميتها حكومة فيمار، وصوبوا عصبة الأمم اللي كانت من الاقتراح ديال الرئيس الأمريكي ويلسون في ذاك الوقت. ندوزوا دابا النتائج الاقتصادية. الاقتصاد الأوروبي تشرشم بالبيان، والإنتاج الفلاحي والصناعي حتى هو نهار بواحد الشكل كبير، وهذا الشيء هو اللي خلى أوروبا تفقد المكانة الاقتصادية ديالها، وهذا الشيء هو اللي كان العكس ديالو في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. فالاقتصاد ديال الولايات المتحدة الأمريكية واليابان كان مزدهر في ذيك الوقيتة، في الوقت اللي كانت أوروبا كتعاني من التضخم النقدي. التضخم النقدي هو أن العملة كتكون ما كتسوى حتى شي حاجة مقارنة مع السعر، وهذا الشيء هو اللي وقع في أوروبا من بعد الحرب العالمية. فالشخص الأوروبي في ذيك الوقيتة وخا يكون عنده بزاف ديال الفلوس ما غيكونوا كيسوا والو قدام الأسعار. الأسعار كانت مرتفعة بواحد الشكل كبير. فمثلا الشخص الأوروبي إلا كان كيشري تقدية ديال النهار كاملة قبل الحرب العالمية $50، من بعد الحرب العالمية غيولي كيشريها $1,000، يعني العملة ما بقتش عندها ديك القيمة ديالها. وهذا الشيء خلى الدول الأوروبية دير كريديات باش تواجه هذا العجز المالي اللي وصلت ليه. كانت هذه هي النتائج ديال الحرب العالمية الأولى. دابا غنعرفوا كيفاش تطورت الدول الأوروبية من النهاية ديال الحرب العالمية الأولى حتى لا كريز، الأزمة ديال 1929 اللي خرجت من البورصة ديال وول ستريت في نيويورك. غنعرفوا التطورات ديال روسيا وديال فرنسا وديال إيطاليا وديال ألمانيا. في روسيا اندلعت الثورة البولشوفية في عام 1917. هذه الثورة هذه كان مترأسها لينين اللي كان باغي يطبق الاشتراكية في روسيا. الاشتراكية كتعني أن الدولة كتولي تحت القيادة ديال العمال. هذه القضية هذه خلت البرجوازيين ينوضوا الحرب، واحد الحرب أهلية في 1918. هذه الحرب كانت ما بين الجيش الأبيض اللي كان تابع الكبار الملاكين وأرباب المصانع واللي عندهم النفوذ، يعني البرجوازيين، والجيش الأحمر الاشتراكي اللي كان تابع للعمال. في آخر المطاف الجيش الأحمر الاشتراكي اللي تابع للعمال هو اللي حسم الحرب، وهو اللي غلب الجيش الأبيض في 1921. بالنسبة لفرنسا كانت كتعاني بزاف من واحد الكريز اقتصادية بسبب الحرب العالمية الأولى. هاد الكريز هادي خلات البطالة والفقر وغلاء الأسعار والأجور القليلة اللي كانت كتعطى للعمال مقارنة مع الخدمة الكبيرة اللي كانوا كيديروها كانت منتشرة بواحد الشكل واسع. وما نساوش التضخم النقدي اللي دوينا عليه. فالتضخم النقدي كانت متضررة منه بزاف الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة اللي هما العمال بطبيعة الحال. وهذا الشيء هذا خلى العمال ينوضوا ويحتجوا، ولكن الدولة عملتهم بواحد القمع وبطريقة عنيفة. في 1921 فرنسا دارت واحد انتخابات تشريعية. هاد الانتخابات سالت لصالح المرشحين ديال الكتلة الوطنية. هاد المرشحين ديال الكتلة الوطنية ركزوا بزاف على المصالحة الوطنية حيث كانوا خايفين من شي ثورة شيوعية، ولكن هاد المرشحين فشلوا تماما باش يتجاوزوا هاد لاكريز، وعاد ما زادت الاضطرابات. ولكن الثورة الشيوعية اللي كانوا كيتسناوها تنوض ما ناتش، وهذه هي الحاجة الغريبة اللي ما وقعتش، حيتاش كلشي كان كيتسنى واحد الثورة شيوعية غتنوض في فرنسا، حيتاش العمال صبرهم التقاده صافي، عانوا بزاف، دونك الثورة الشيوعية هي اللي غتكون الحل باش انهم يتجاوزوا هاد لاكريز. واخا هكاك ما نط لا ثورة شيوعية لا والو، فرنسا قدات انها تحافظ على النظام الديمقراطي في البلاد. ندوزو دابا لايطاليا. فايطاليا
كان عندها بزاف ديال الكريديات في خارج البلاد، والميزان التجاري ديالها كان عاجز، وحتى هي كانت كتعاني من التضخم النقدي ومن سياسة التقشف، يعني تخفيض الأجور ديال العمال. كانت فيها البطالة وكان فيها الفقر، وهذا الشيء هذا خلى الخطر الشيوعي يتزايد، وبانت بزاف ديال الاضطرابات في البلاد. هاد الاضطرابات استغلها موسوليني القائد ديال الحزب الفاشي، وفاش وصل للحكم في 1922 دار واحد النظام ديكتاتوري. بالنسبة لألمانيا كانت هي الكبش الفداء ديال الحرب العالمية الأولى، وكانت هي اللي تكبدت بزاف ديال الخسائر. ألمانيا عانت من كاع هاد المشاكل هادي، فراها عانت من الفقر ومن البطالة ومن التضخم النقدي ومن سياسة التقشف، بلا معاهدة فرساي اللي كانت قاسية وكانت ظالمة بالنسبة لألمانيا من جميع النواحي. الحكومة ديال فيمار اللي عينتها دول الحلفاء عانت من بزاف ديال المشاكل ومن بزاف ديال الصعوبات، زائد التصاعد ديال المعارضة من طرف الشيوعيين. فالشيوعيين كانوا كيعرضوا هاد الحكومة ديال فيمار، وسموها بالثورة السبارتاكية في 1919. في 1925 النازية اللي كانت زعمها أدولف هتلر كانت دارت واحد المحاولة انقلابية على الحكومة ديال فيمار، ولكن هاد المحاولة فشلات. في 1929 ألمانيا كانت أكثر دولة متضررة من الأزمة الاقتصادية، البرجوازية كانت خايفة من الخطر الشيوعي، فدارت الثقة في هتلر وارتفعت نسبة الأصوات في الحزب النازي ديالو. فالرئيس فون هندنبورغ عينه كمستشار في 1933، ولكن في 1934 فون هندنبورغ ودع الحياة وعقدهم، وأدولف هتلر جمع ما بين جوج مناصب مستشار ورئيس. في الأخير الأزمة الاقتصادية انطلقت من وول ستريت في نيويورك في 1929، وهذا الشيء أثر على الدول الأوروبية من بعد 1932. ففي 1932 الولايات المتحدة الأمريكية بدأت كتسحب الرساميل ديالها والقروض ديالها من أوروبا، وأكبر متضرر من هذا الشيء كما قلنا هو ألمانيا بالإضافة إلى النمسا. فهكا انتشرت البطالة حيتاش المعامل دارت إفلاس وانتشر الفقر، وهذا الشيء اللي سبب في عدة احتجاجات ديال العمال والعاطلين. فبخلاصة النتائج ديال الحرب العالمية الأولى والتطورات اللي عرفتها أوروبا من 1919 حتى 1929 مهدات لواحد الحرب اللي جاية في الطريق، واللي هي الحرب العالمية الثانية في 1939، اللي هو الحرب العالمية الثانية الأسباب والنتائج. فأول جوج أسئلة غطرحهم على نفسك هي شنا هي الأسباب ديال الحرب العالمية الثانية، وشنا هما النتائج ديال هاد الحرب العالمية الثانية. الأسباب كاين أسباب غير مباشرة وأسباب مباشرة. خلينا في الدرس اللي فات أن دول الحلفاء داروا واحد المعاهدة قاسية على الدول المنهزمة، وخصوصا معاهدة فرساي على ألمانيا. فمعاهدة فرساي كانت واحد المعاهدة قاسية، وألمانيا ما كانت كتحمل حتى شي بند من البنود ديال معاهدة فرساي. هتلر غير وصل للحكم ولا كيتخلص من هذيك البنود ديال معاهدة فرساي، فهكا توترت العلاقات الدولية، وهذا هو السبب الغير المباشر الأول في الحرب العالمية الثانية. السبب الثاني الغير المباشر هي ديك الانعكاسات السلبية الخطيرة ديال الأزمة الاقتصادية في 1929. ف 1929 ما خلت حتى شي مكان في أوروبا، إلا خلاته تدهور سوسيو اقتصاديا من جميع النواحي، وهكذا الأحزاب المتطرفة ما غيبقاش يديها فيها الشعب، حيتاش كتعطي الوعود ولكن ما كتوفيش بهم. داكشي على الشعب كان داير الثقة ديالو في الحزب النازي، حزب العمال الاشتراكي ديال هتلر. وهتلر فاش تخلص من البنود ديال معاهدة فرساي الشعب زاد دار فيه الثقة. هتلر كان باغي يكسب الثقة ديال الشعب ديالو، حيت كان خايف لا تنوض ليه شي ريفوليسيون بسبب الانعكاسات ديال الأزمة الاقتصادية في 1929. السبب الغير المباشر الثالث والأخير
هو أن الدول اعتمدت على الأنظمة الدكتاتورية، فكان أدولف هتلر في ألمانيا، وكان بينيتو موسوليني في إيطاليا، وكان شاوا الإمبراطور شاوا في اليابان. هاد الأباطرة بثلاثة كانوا دايرين السياسة ديال التوسع باش ياخذوا المستعمرات ويتهناو من ديك الأزمة. ففي اليابان الإمبراطور شاوا توسع في إقليم منشوريا الصيني في 1931، هو يولي طامع في الصين كاملة، هو يستعمرها في 1937. في إيطاليا موسوليني انسحب من عصبة الأمم وما سوقش لدول الحلفاء، واخا كان واحد شوية ديال التشويش من جانب فرنسا وبريطانيا، ولكن ما تسوقش لهم، انسحب من عصبة الأمم وتوسع في إثيوبيا من 1935 حتى 1936، وشكل واحد الحلف كانت فيه ألمانيا واليابان وإيطاليا، كان كيتسمى بحلف روما برلين طوكيو. بالنسبة لألمانيا فأدولف هتلر حتى هو انسحب من عصبة الأمم وتوسع في أوروبا الشرقية، فدخل للنمسا ودار لها الأنشلوس وضمها لألمانيا في 1938. أدولف هتلر كان حاط عينه على واحد المنطقة كاينة في تشيكوسلوفاكيا كانت سميتها السوديتلاند. هاد السوديتلاند هادي كانت فيها الأغلبية الساكنة كلها ألمانية تقريبا، داكشي علاش عطاهم الدريعة باللي هاد الساكنة هادي راه الأغلبية ديالها ألمانيين وكيعانيو من التهميش من طرف الحكومة ديال تشيكوسلوفاكيا. فدول الحلفاء اعطاتو هاد المنطقة اللي هي السوديتلاند بلا حرب بلا والو، حيت فرنسا وبريطانيا كانت كتجنب تماما ان شي حرب غتنوض، فداروا بعين الاعتبار النتائج ديال الحرب العالميه الاولى وعطاو هاد المنطقه اللي هي السوديتلاند في طبق من فضه. ولكن هتلر في مارس 1939 غيبين لهم النياب ديالو، غيحتل تشيكوسلوفاكيا وغيحتل هنغاريا. كانت هذه هي الاسباب الغير المباشره اللي هي القساوه ديال معاهده فرساي والانعكاسات السلبيه ديال الأزمة الاقتصادية في 1929 والاعتماد الدول على الأنظمة الدكتاتورية. ندوزو دابا السبب المباشر في الحرب العالمية الثانية. في سبتمبر 1939 ألمانيا غتهجم على بولندا، والدارعة اللي عطاهم هتلر في هذا الهجوم كانت هي أنه بغى يرجع واحد الميناء سميتو دانزيك. بطبيعة الحال دارعة واهية ما تيقها غير الحمار، فهتلر كان باغي الحرب باش يزرب على أوروبا الغربية. الهجوم الألماني على بولونيا خلى فرنسا وبريطانيا يعلنوا الحرب أوفيسيالمون على ألمانيا، وكان هذا هو السبب المباشر في الحرب العالمية الثانية. سالينا دابا من الأسباب ديال الحرب العالمية الثانية، نشوفوا المراحل ديال هاد الحرب هادي. الحرب العالمية الثانية دازت من جوج مرحلات. المرحلة الأولى كانت من 1939 حتى 1942. في هذه المرحلة لا ألمانيا ولا اليابان ولا إيطاليا حققوا واحد الانتصارات كبيرة في كافة الجبهات. فاليابان حققت انتصارات في آسيا، وإيطاليا حققت انتصارات في إفريقيا في أوروبا الغربية، وألمانيا حققت انتصارات في أوروبا الغربية بشكل كبير. المرحلة الثانية كانت من 1942 حتى 1945. في هذه المرحلة هذه الولايات المتحدة الأمريكية غتدخل في الحرب، والاتحاد السوفيتي غيدخل في الحرب حتى هو. الولايات المتحدة الأمريكية دخلت للحرب حيتاش اليابان قصفات القاعدة ديال بير هاربر، والاتحاد السوفيتي دخل للحرب حيتاش ألمانيا بدات العملية ديال بارباروسا في 1942. الاتحاد السوفيتي غيدخل للحرب في 1942، وميريكان غتدخل في 1945. وهذا الشيء هو اللي خلى الميزان ديال الحرب يكون تكافئ، فكانت دول المحور ألمانيا وإيطاليا واليابان ضد دول التحالف الثلاثي اللي هما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وبريطانيا. وفي الأخير دول الحلفاء انتصرت وخلت دول المحور تستسلم بواحد طريقة عنيفة. فبالنسبة لألمانيا فالجيش الروسي الجيش الأحمر دخل برلين وما خلى ما دار في برلين. فالجيش الأحمر ديال الاتحاد السوفيتي دمر المعامل والمصانع اللي كاينه في برلين، ومن بعد 7 أيام ألمانيا استسلمت والاتحاد السوفيتي انتصر على ألمانيا. في إيطاليا بينيتو موسوليني هو والزوجة ديالو تعدموا في الساحة ديال روما، والشعب هو اللي عدمهم.
بالنسبة لليابان كانت دايرة واحد الخطط باش ترجع في الحرب وباش تغلب الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ميريكان فصفطات دوك جوج قنابل صافي، اليابان تسلمات، وقنبلة هيروشيما وقنبلة ناكازاكي كانت السبب في إنهاء الحرب العالمية الثانية. هادو هما المراحل ديال الحرب العالمية الثانية. فكما قلنا المرحلة الأولى كانت من 1939 حتى 1942، أما بالنسبة للمرحلة الثانية فكانت من 1942 حتى 1945. دابا غندوزو للنتائج. النتائج مقسمين ثلاثة، كاين النتائج البشرية أي الاجتماعية، وكاين النتائج السياسية، وكاين النتائج الاقتصادية أي المادية. النتائج البشرية بصفة عامة، فأكثر من 50 مليون قتيل في هذه الحرب هذه، كانت خسائر بشرية كبيرة ومتفاوتة في كل الدول اللي شاركت في هذه الحرب، وخصوصا في ألمانيا وفي الاتحاد السوفيتي. فالاتحاد السوفيتي بوحده خسر أكثر من 20 مليون شخص، حيث ألمانيا والاتحاد السوفيتي داروا بزاف ديال المعارك، وخصوصا المعركة ديال ستالينغراد اللي مشاو فيها 2 مليون ديال القتيل. 2 مليون قتيل مشى في معركة واحدة، حيتاش هاد المعركة كانت طويلة. أما بالنسبة لميريكان وإيطاليا فكانت المدة ديال المعارك قصيرة، دونك داكشي علاش كانت الخسائر البشرية قليلة في الصفوف ديال هاد الدول هادي. ندوزو للنتائج السياسية. النتائج السياسية من بعد الحرب الخريطة السياسية ديال أوروبا تعودت ترسمات، وألمانيا تقسمت على جوج، ولات ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. فرنسا رجعت الألزاس لوغين. ألمانيا والنمسا تعرضت لواحد الاحتلال رباعي. الاحتلال الرباعي كانت فيه روسيا يعني الاتحاد السوفيتي وفرنسا وبريطانيا وميريكان. في 1945 تأسست هيئة الأمم المتحدة باش أوروبا تفادى شي حرب عالمية واحدة أخرى. العلاقات الدولية توترت والعالم تقسم لجوج معسكرين في الإطار ديال الثنائية القطبية. فكان معسكر الرأسمالي بالزعامة ديال ميريكان ولايات المتحدة الأمريكية، وكان الاشتراكي بالزعامة ديال الاتحاد السوفيتي، وهذه هي اللي تسمات بالحرب الباردة. علاش تسمات بالحرب الباردة؟ حيتاش لا الاتحاد السوفيتي ولا ميريكان كانوا كيوجدوا القنابل، ولكن ما كانوش كيتحارب، كانوا كيوجدوا في الأسلحة وكانوا كيزيدوا في العتاد العسكري، ولكن ما نايضا لا حرب لا والو. وكون ناضت شي حرب بيناتهم كان العالم غيتدمر، حيت هاد القوى بجوج كانوا تطوروا نوويا بواحد الشكل رهيب. كان هذا غير توضيح صغير على الحرب البارده اللي كانت ما بين ميريكان والاتحاد السوفيتي. انساليو دابا بالنتائج الاقتصاديه. التكلفه ديال الحرب كانت مرتفعه وشكلات واحد النسبه كبيره من الناتج الوطني الخام. تدمرت بزاف ديال المنشات الاقتصاديه في اوروبا، تدمرت بزاف ديال البورصات، وتدمرت بزاف ديال البنوك، تخربات بزاف ديال المصانع، والمساحات الزراعية تعرضت للتلف، وخصوصا المساحات الزراعية ديال اليابان حيتاش هي اللي طاحت فيها دوك جوج قنابل نووية. وكلنا عارفين باللي النووي تتكرفس على التربة وتتكرفس على الأرض الزراعية، ما كتبقاش صالحة للزراعة. العدد ديال العاطلين عن العمل تزاد، وكثرت البطالة في أوروبا. أوروبا فقدت المكان الاقتصادي ديالها. فقبل الحرب بريطانيا كانت كتقاتل باش تنافس ميريكان اقتصاديا، ولكن من بعد الحرب ميريكان كانت هي أكبر قوة اقتصادية في العالم. دونك نقدو نقولوا أن الحرب العالمية الثانية كانت هي السبب في أن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الأولى في العالم ديالنا اليوم. سلام، أنا معاد أحبوش، مرحبا بكم في هذه السلسلة ديال دروس الاجتماعيات أو لاباك. اليوم غنشرحوا في هذا الفيديو الدرس ديال اليقظة الفكرية في المشرق العربي. فعلى بركة الله، أولا في المشرق العربي كنقصدوا به مصر، وكنقصدوا به بلاد الشام. بلاد الشام هي سوريا والأردن ولبنان وفلسطين. فشنا هي العوامل اللي بنت فيها هذه اليقظة العربية، وشنا هي التيارات الفكرية اللي عرفها المشرق العربي، وغنذكروا الدور اللي لعباته هذه التيارات الفكرية في التطورات اللي عرفها المشرق العربي. غنبداو بالعوامل اللي بنت فيها اليقظة الفكرية. في بلاد الشام كانت عوامل سياسية
وعوامل ثقافية وعوامل اجتماعية. أما في مصر فكانت عوامل داخلية وكانت عوامل خارجية. العوامل السياسية في بلاد الشام كان الضعف ديال الدولة العثمانية اللي هي تركيا حاليا، سلط اليقظة الفكرية في بلاد الشام، والإمبراطورية العثمانية كانت كتسمى بالرجل المريض في القرن 19. زائد أن الدول الإمبريالية كان بان لها البلان في المشرق العربي، كانت كتشوف أن المشرق العربي غادي وكيتطور، دونك إلا سيطرات عليه غتستافد منه بالبيان. والحملة الفرنسية اللي دارها نابليون بونابارت على مصر كانت عندها واحد التأثيرات إيجابية. من بين التأثيرات الإيجابية ديال هاد الحملة هادي أن نابليون بونابارت كان دخل معاه لامبريمونت فاش دار ديك الحملة على مصر. سالينا من العوامل السياسية في بلاد الشام، ندوزو للعوامل الثقافية. فاش بانت لامبريمونت في مصر، الفكر العلمي غيتنشر بواحد الكثافة في الدول العربية، والتراث العربي غيسترجع القوة ديالو من جديد، غيوليو يترجموا الكتب ديال كبار الفلاسفة والمفكرين الغربيين باللغة العربية، وغتبدا تبان الصحافة في بلاد الشام. فاش تنشر الفكر العلمي في بلاد الشام غيبنيو مدارس جديدة. كانت هذه هي العوامل الثقافية اللي بانت فيها اليقظة الفكرية. غنساليو بالعوامل الاجتماعية اللي بانت فيها اليقظة الفكرية. في العوامل الاجتماعية واحد الطبقة اجتماعية وسطى بدات كتكبر. هاد الطبقة هادي ما كانتش حاملة ديك سياسة التتريك. سياسة التتريك هي أنها كانت كتبدل الأشخاص وكتبدل المناطق الجغرافية من الثقافة ديالها الأصلية للثقافة التركية. وهاد الطبقة الاجتماعية الوسطى اللي بدات كتكبر ما كانتش حاملة هاد اللعيبة هادي، كانت باغا تبقى محافظة على الثقافة ديالها. بلاد الشام كانت كتهتم بالبعثات المسيحية ديال التعليم. فمثلا فاش المسيحيين كانوا كيصيفطوا الأساتذة ديالهم باش يقريو في بلاد الشام، كانت بلاد الشام كتهتم بهاد الأساتذة وكتضرب ليهم ألف حساب، يعني كانت كدير معاهم زوين وما كانتش كتقمعهم، بالعكس كانت كتهتم بهم. هكذا غنكونوا سالينا العوامل اللي بانت فيها اليقظة الفكرية في بلاد الشام. ندوزو دابا لمصر. فالعوامل اللي بانت فيها اليقظة الفكرية في مصر كانت عوامل داخلية وعوامل خارجية. العوامل الداخلية كانت واحد الإصلاحات مهمة دارها واحد السيد سميتو محمد علي. هاد محمد علي كان حاكم مصر واحد الفترة طويلة. هاد محمد علي كان مركز على المستوى التعليمي. فمن بين الإصلاحات اللي دار محمد علي هو أنه بنى المدارس، بنى بزاف ديال المدارس ودخل المطبعة وعطى لهم لوتوريزاسيون باش يخدموها على نطاق واسع. صفت بزاف ديال الباعثات الطلابية لأوروبا، صفت الطلاب لأوروبا باش يستافدوا من داك التقدم والازدهار اللي كانت فيه أوروبا في ديك الساعة. كذلك سمح لولاد الشعب باش يتقلدوا المناصب العليا في الإدارة والجيش، وهذا الشيء اللي خلى الطبقة الاجتماعية الوسطى حتى هي تكبر في مصر. فاش رجعوا الطلاب من أوروبا، مصر استفدت مزيان من داك الشيء اللي قراو في أوروبا. ندوزو دابا للعوامل الخارجية. الحملة الفرنسية كانت لعبت واحد الدور إيجابي لمصر، ودارت تغييرات عميقة في المجتمع المصري فاش دخلت لامبريمونت، وكانت أسسات واحد المعهد علمي كانت فيه بزاف ديال الكتب، كانت فيه خزينة عامرة بالكتوبة، وكانت بنات بزاف ديال المدارس جديدة في مصر. وما نسوش أنها هي اللي اكتشفت الحضارة المصرية الفرعونية فاش فكات الحروف الهيروغليفية. العوامل الخارجية ما كانتش فيها غير فرنسا فقط، فراح حتى بلاد الشام نفعات مصر في اليقظة الفكرية، وصفتت مثقفين نشروا بزاف ديال الصحف والجرائد بكثافة. هكذا غنكونوا سالينا العوامل اللي بانت فيها اليقظة الفكرية في بلاد الشام ومصر. ندوزو دابا للتيارات الفكرية والدور ديالها في التطورات اللي عرفها المشرق العربي. التيارات الفكرية كان جوج تيارات، كان التيار السلفي والتيار العلماني. التيار السلفي كان واحد التيار إصلاحي بان في المشرق العربي في القرن 19. هذا التيار هذا كانت عنده مرجعية دينية إسلامية، والدعوة ديالو كانت الاقتداء بالسلف الصالح والرجوع إلى أصول الدين. هذا التيار هذا كان باغي يخلص المجتمع ديال المشرق العربي من التخلف،
من أشهر الرواد ديال هاد التيار هذا كان محمد عبدو، وكان عبد الرحمن الكواكبي، وكان جمال الدين الأفغاني. غندوزو الأهم المبادئ ديال التيار السلفي والدور ديالو في التطورات اللي عرفها المشرق العربي. التيار السلفي كانت الدعوة ديالو هو الرجوع لأصول الدين الإسلامي، والدولة اللي كتتبع التيار السلفي كتاخد بالكتاب والسنة، يعني كتاخد بالقرآن والسنة. التيار السلفي كان كيحارب الفكر الخرافي، وكان بغي يتخلص من الفوارق الاجتماعية، حيتاش الأرستقراطية التركية كانت محتكرة البليباغ ديال الثروات ديال الدول العربية. فذاك الشيء علاش الدول العربية كانت كتعاني من الفقر والتهميش. التيار السلفي كان كيهتم بزاف بالتربية والتعليم، وكان كينادي بالمساواة، وكانت الفكرة ديالو ضد سياسة التتريك. كانت الدعوة ديال التيار السلفي أن المسلمين يتحدوا باش يواجهوا الاستعمار، وكان كيعتمد على نظام الشورى. نظام الشورى يعني الأخذ ديال الآراء في شي قضية من القضايا. والتيار السلفي كان كينبذ الاستبداد. ندوزو دابا للتيار العلماني. التيار العلماني هو واحد التيار فكري ليبرالي. هذا التيار هذا ما كانش كيقتضي بالكتاب والسنة، بل العكس تماما، كان فصل الدين على السياسة، كان مخلي الدين في جهة والسياسة في جهة واحدة أخرى. هذا التيار هذا حتى هو عرفوا المشرق العربي في القرن 19. من الرواد ديال التيار العلماني كان المفكر فرانسيس ماراش، وكان فرح أنطوان، وكان أوديب إسحاق. أجي ونشوفوا أهم المبادئ ديال التيار العلماني والدور ديالو في التطورات اللي عرفوا. الدعوة ديال التيار العلماني كانت هي الفصل الدين على الدولة، يعني الدين في جهة والسياسة في جهة. كان حتى هو كينبذ الفوارق الاجتماعية، وكان كينادي بالحرية والمساواة، كان كيهتم بالحرية ديال المرأة، لا الحرية الدينية ولا الحرية الفكرية. التيار العلماني حتى هو كيهتم بالتربية والتعليم، وكان كينادي بتنظيم السلطة على واحد الأساس يكون ديمقراطي، لا السلطة التنفيذية ولا السلطة التشريعية ولا السلطة القضائية، كان كيعتمد فيهم على الديمقراطية وبس. التيار العلماني كان كينشر الحرية على نطاق واسع، وكان كينبذ الاستبداد. الضغوط الاستعمارية على المغرب ومحاولات الإصلاح. غنبداو في الأول بالمظاهر ديال الضغوط الاستعمارية. ملي كنقول المظاهر أنا كنقصد هادوك الأحداث اللي بانت فيهم الضغوط الاستعمارية. هادوك الأحداث هما اللي كيتسموا المظاهر. بالنسبة للضغوط الاستعمارية على المغرب كانوا ثلاثة، كانت ضغوط عسكرية، ضغوط اقتصادية، وضغوط دبلوماسية. الضغوط العسكرية أن المغرب شارك في جوج معركات مع جوج ديال الدول كبار، جوج قوى كبار في العالم اللي هما فرنسا وإسبانيا، والمغرب خسر في هاد جوج معركات هاد. المعركة الأولى كانت معركة إسلي في 1844، كانت هذه المعركة ما بين المغرب وفرنسا. الجيش الفرنسي بهدل الجيش المغربي بطبيعة الحال، حيت فرنسا كان عندها أفونتاج في السلاح، وكانت متقدمة استراتيجيا. فرنسا غلبات المغرب في هذه المعركة هذه، وخلاته يوقع المعاهدة ديال لالا مغنية في 1845. في 1859 غتنوض الحرب ما بين المغرب وإسبانيا، كانت كتسمى هذه الحرب بحرب تطوان. بطبيعة الحال إسبانيا غلبت المغرب في هذه الحرب هذه بعامل التقدم العسكري، وخلاته يوقع الاتفاقية ديال الصلح في 1860. الاتفاقية كانت قاسية على المغرب، حيتاش هذه الاتفاقية خلات المغرب يتخلى على تطوان ويعطيها لإسبانيا، وخلات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا تغل في الصحراء المغربية بعدة أشكال. فعسكريا العسكر ديال فرنسا والعسكر ديال انجلترا والعسكر ديال اسبانيا دخلوا للصحراء المغربيه. اما دبلوماسيا فهاد القوى بثلاثه خلاو المغرب يسنيو معاهم بزاف ديال الاتفاقيات وبزاف ديال المعاهدات باش يتخلاو على مناطق صحراويه ديال المغرب. اما تجاريا فالدول بثلاثه كانت مستافده، حيتاش كانت كتاخذ المواد الاوليه من الصحراء المغربيه، وكانت كتصدر المنتوجات مزيان من الصحراء المغربية لدول العالم. سالينا دابا المظاهر العسكرية اللي بانت فيها الضغوط الاستعمارية، ندوزو للمظاهر الاقتصادية. المخزن المغربي
كان كيحتكر المنتوجات ديال الانجليز وديال فرنسا وديال اسبانيا، وكان داير سياسه الاحتكار الاقتصادي. ولكن من بعد المعركه ديال اسلي في 1844 وقع واحد الخلل في الاقتصاد المغربي، وفي 1856 انجلترا بززات على المغرب باش يدير معها واحد معاهده تجاريه مغربيه انجليزيه. انجلترا كانت باغا الخدمه في المغرب فاش وقعت معها هذه المعاهده، كانت باغا تخلص من الفائض ديال الانتاج وكانت باغا تخلص من الفائض البشري، وهذا الشيء فعلا اللي دارته انجلترا فاش وقعت المعاهده مع المغرب. ندوزو دابا للمظاهر الدبلوماسيه اللي بانت فيها الضغوط الاستعماريه. في 1863 فرنسا وقعت اتفاقيه بيكلار مع المغرب. اتفاقيه بيكلار كانت على الحمايه القنصليه، يعني ولا ممكن لاي شخص فرنسي يدخل المغرب ويستثمر كيف ما بغى ويشري الاراضي اللي بغى بلا مشاكل بلا والو، وما يحاربوا لا الجيش ولا الشعب. في 1880 نعقد واحد المؤتمر في اسبانيا سميته مؤتمر مدريد. هذا المؤتمر هذا زاد عطى بزاف ديال الامتيازات للاجانب، ولا لاي اجنبي ممكن يدخل المغرب ويستثمر فيه، ولا ممكن لاي اجنبي يبني العقارات التجاريه ويستثمر في عده مجالات بحال المجال ديال الفلاحه والمجال ديال الصناعه والمجال ديال التجاره والخدمات، ولا ممكن ليه يشري الاراضي كيف ما بغى. هكا غنكونوا سالينا المظاهر ديال الضغوط الاستعماريه. كيف ما قلنا كانت ثلاثه ديال المظاهر، كانت مظاهر عسكريه ومظاهر اقتصاديه ومظاهر دبلوماسيه. نشوفوا دابا اهم الاصلاحات اللي دارها المخزن المغربي في القرن 19. الاصلاحات انقسمت على اربعه ديال المجالات، كانت اصلاحات عسكريه يعني اصلاحات في العسكر، وكانت اصلاحات اقتصاديه يعني اصلاحات في الاقتصاد المغربي، كانت اصلاحات اداريه، وكانت اصلاحات تعليميه. الاصلاحات العسكريه كانت ان المغرب جاب واحد المدربين اوروبيين محترفين باش يدربوا الجيش المغربي، وبطبيعه الحال كانت الاجور مضاعفه بالمقارنه مع الاجور ديال المدربين المغاربه، زائد ان المغرب غيشري الاسلحه المتطوره من الخارج. المغرب غيبني المعامل ديال انتاج الاسلحه والذخيره فاس ومراكش. المغرب غيجهز واحد الجيش وطني ومنظم باش يعوض قبائل الكيش والجيش البخاري. قبائل الكيش كان واحد الجيش مراكشي كان معروف بفن الحروب، اما الجيش البخاري هو واحد الجيش نظامي كان اسسه المولى اسماعيل. هذا الجيش فيه غير العبيد والحراطين. هاد الجيوش بجوج كان في مناض شي صداع كينوضو يطاكيو. بالنسبه للاصلاحات الاقتصاديه فالمغرب شجع على الصناعه وزراعه القطن والسكر باش الله يجيب التعادل ويحقق الاكتفاء الذاتي، زائد انه بنى واحد المصنع ديال الورق في موغادور، وحتى المنجم اللي كيتصاوب فيه الفاخر استغلته الدوله في الاقتصاد ديالها. وفي العهد ديال الحسن الاول دار واحد الاصلاح نقدي ولاو كيطبعوا العمله في اوروبا. علاش؟ باش يحميوا العمله من التزوير، حيت الا مشات العمله تعرضت للتزوير الاقتصاد ديال المغرب غياكل الدق من كاع البلايص. في المجال الاداري الاصلاحات اللي دارها المخزن هي انه في 1862 الدوله غتعطي الاقاله للريوس الكبار اللي كانوا كيدومينيو المراسي، وغيشونجيوهم بناس جداد اللي غيوليو يدومينيو المراسي ويتخلصوا على الخدمه ديالهم، حيت الناس اللي كانوا قبل كانوا مسؤولين على المرسى ولكن ما كيتخلصوش، ولكن الناس اللي جابوا جداد كانوا ماجورين. غنساليو باخر الاصلاحات اللي دارها المخزن واللي كانت في المجال التعليمي. الحسن الاول كان مهتم بالبعثات الطلابيه لاوروبا، وكان ديما كيصيفط هذيك البعثات الطلابيه باش الدوله تستافد من التطور ديال اوروبا، حيت اوروبا كانت متقدمه في جميع المجالات في القرن 19. كانت هذه هي اهم الاصلاحات اللي دارها المخزن المغربي، ولكن مع الاسف هذه الاصلاحات كلها فشلات. غنساليو بعوامل فشل هذه الاصلاحات. هذه كانت عوامل داخليه يعني داخل البلاد، وكانت عوامل خارجيه يعني خارج البلاد. العوامل الداخليه كانت ان المحميين دوك الاجانب اللي تيدخلوا يستثمروا في المغرب زاد كبر العدد ديالهم، والزعماء ديال القبائل والفقهاء والزوايا كانوا تعرضوا لواحد المعارضه، حيتاش مثلا كان شي زاعم ديال شي قبيله تيخلي ولادو في التقار ما تيدخلهمش يتسجلوا في العسكر باش يترينيو، كان كيخلي ولادو بعادين على صفوف الجيش،
ولكن في نفس الوقت كان كيفرض على أن أولاد القبيلة يدخلوا يتسجلوا في الجيش. فالناس ديال ديك القبيلة ما كانوش كيحملوا هاد الفرزيات، وهذا الشيء اللي خلى الثورة تندلع في شي قبائل. إضافة إلى ذلك في هاد الفترة هادي وقعوا بزاف ديال الكوارث الطبيعية، وهذا الشيء كان بطبيعة الحال واحد عامل من عوامل فشل الإصلاحات اللي دارها المخزن. كانت هذه العوامل الداخلية. أجي نشوفوا دابا العوامل الخارجية. العوامل الخارجية كانت الكثافة ديال الضغوط الاستعمارية. المغرب كانت عليه ضغوط استعمارية من كافة الجهات، فها ألمانيا من جهة، وإسبانيا من جهة، وإنجلترا من جهة، وفرنسا من جهة. فبالسيف المجهودات الإصلاحية ديالو تضعف، زائد أن المدربين الأجانب اللي كانوا جاو باش يدربوا الجيش المغربي كان لهم واحد دور سلبي على الإصلاحات اللي دارها المخزن. دوك المدربين كانوا جواسيس للدول اللي كانت مستعمرة المغرب، ولكن المغرب كان في كومة، ما يسحبلوش باللي راهم كانوا كيتجسسوا فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإنجلترا. والأسلحة اللي كان خدا المغرب من الخارج باش يطاكي إلا كانت شي حرب ولا شي معركة صافطات ليه، ولكن فايت ليها التاريخ، ما يمكن لهاش تستعمل في شي حرب ولا في شي معركة. وهذا الشيء هو اللي طيح المعنويات وخلى المجهودات ديال الإصلاحات تضعف. كانت هذه هي العوامل الخارجية اللي سببت الفشل في الإصلاحات ديال المخزن. نظام الحماية بالمغرب والاستغلال الاستعماري. في 30 مارس 1912 المولى عبد الحفيظ غيسيني معاهدة الحماية مع فرنسا. الحوايج اللي غيخصنا نفهموهم في هذا الدرس هو شناهما الظروف اللي خلات فرنسا تفرض الحماية على المغرب، وشناهما المراحل ديال الاحتلال العسكري، شحال من مرحلة كانت في الاحتلال العسكري، وشنو وقع في كل مرحلة فيهم. وغنساليو بالمظاهر والانعكاسات ديال الاستغلال الاستعماري. غنبداو بالظروف اللي خلات فرنسا تفرض الحماية على المغرب. الظروف ديال فرض الحماية كانت ظروف خارجية وظروف داخلية. الظروف الخارجية كانت هي أن فرنسا دارت صفقات مع القوى الإمبريالية. فرا في 1902 دارت اتفاق مع إيطاليا، وفي 1904 دارت واحد الاتفاق ودي مع إنجلترا. في 1906 فرنسا غتسيني مع ألمانيا على المؤتمر ديال الجزيرة الخضراء، فاش فرنسا خلت الألمانية جزء من الكونغو باش تنسيها في المغرب. في 1911 فرنسا عاوتاني غتسيني على اتفاقية برلين مع ألمانيا، زيادة على ذلك أن فرنسا غتحتل وجدة والدار البيضاء في 1907، وفي 1911 غتحتل الرباط. إسبانيا حتى هي ما مشاتش بيديها خاويين، فراح احتلت الريف في 1907 وتبعتها العرائش والقصر الكبير في 1911. سالينا دابا الظروف الخارجية، ندخلو دابا الظروف الداخلية. اللي كنقول الظروف الخارجية كنقول الظروف اللي وقعت خارج المغرب، وملي كنقول الظروف الداخلية كنهضر على الظروف اللي وقعت في الداخل ديال المغرب، في المغرب نيت. الظروف الداخلية هي أن المولى عبد العزيز كان واخد السيادة ديال الاضطراب السياسي، حيت في ديك الوقيتة كان واحد الاضطراب سياسي في المغرب، كانت البلاد كلها مرونة. المولى عبد العزيز في العهد ديالو دار مجموعة من الحركات ديال التمرد، كان ديما تقلب على الحلول باش يخرج فرنسا من المغرب. دار بزاف ديال الإصلاحات في ديك الوقيتة ديالو، ولكن كلها فشلات، وهذا الشيء خلاه ياخد كريديات من أوروبا. وفي هذه الصعوبات هذه فرنسا طيرات المولى عبد العزيز في 1908 وعوضاته بالمولى عبد الحفيظ اللي سينا على معاهدة الحماية في 1912. كانت هذه هي الظروف الخارجية والداخلية اللي خلت فرنسا تفرض الحماية على المغرب. كانت هذه هي الظروف اللي خلت الحماية تفرض على المغرب. أجي ونشوفوا دابا المراحل ديال الاحتلال العسكري. المراحل ديال الاحتلال العسكري كانت 4 ديال المراحل. المرحلة الأولى كانت من 1912 حتى 1914. في هذه المرحلة هذه فرنسا احتلت المغرب من الريف في الشمال حتى الأطلس المتوسط في الجنوب، يعني تقريبا من المنطقة ديال تازة حتى المنطقة ديال بني ملال، واندلعت واحد المقاومة كانت بالزعامة ديال أحمد الهيبة، ولكن خسر في المعركة ديال سيدي بوعثمان في 6 شتنبر 1912، وتوقفات المقاومة ديال أحمد الهيبة، وهكا كان بزز عليه أنه انسحب للجنوب. المرحلة الثانية كانت من 1914 حتى 1920.
في هذه المرحلة هذه فرنسا احتلت الأطلس المتوسط كامل، يعني المناطق ديال أزرو، إفران، خنيفرة إلخ، واندلعت واحد المقاومة ديال موحة وحمو الزياني اللي ربح في واحد المعركة سميتها الهري في 1914. الانتصار ديال موحة وحمو الزياني رجع شوية الروح للمغرب، ولكن مع الأسف في 1921 الجيش الفرنسي قتل موحة وحمو الزياني. المرحلة الثالثة كانت من 1921 حتى 1926. في هذه المرحلة هذه إسبانيا احتلت المنطقة ديال الريف، يعني الحسيمة، الناظور، بركان، واندلعت عاود تاني المقاومة، ولكن هذه المرة بالزعامة ديال عبد الكريم الخطابي. عبد الكريم الخطابي كان شديد وانتصر في المعركة ديال أنوال في 1921، ولكن حتى هو غيستسلم في 1926 للتحالف الفرنسي الإسباني. المرحلة الرابعة والأخيرة اللي عرفت الاحتلال العسكري كانت من 1931 حتى 1934. في هذه المرحلة احتلت البقية ديال المناطق ديال المغرب بحال الأطلس الصغير اللي كان قريب لتفراوت، وهذه المرحلة هذه حتى هي عرفت مقاومة من عسوب أسلام اللي انتصر في المعركة ديال بوغافر في 1933، والقوات الفرنسية هي اللي غتنتصر في الأخير. وهكذا غنكونوا سالينا المراحل ديال الاحتلال العسكري بالمغرب. غنشوفوا دابا آخر شيء خصنا نفهموه في هذا الدرس، واللي هو المظاهر والانعكاسات ديال الاستغلال الاستعماري. المظاهر والانعكاسات ديال الاستغلال الاستعماري بانت في 5 ديال المجالات. كاين المجال الإداري، والمجال الفلاحي، والمجال الصناعي، والمجال التجاري، والمجال المالي. وحدة وحدة علينا حتى نفهمه. في المجال الإداري المغرب غيقسموه لثلاثة ديال المناطق النفوذ: مناطق نفوذ إسبانيا، مناطق نفوذ فرنسية، ومناطق نفوذ دولية، يعني المناطق النفوذ ديال الأجانب. زائد أن في عهد الحماية كانت جوج إدارات، كانت إدارة مغربية اللي حيدوا لها كافة السلطات ديالها، وإدارة استعمارية اللي كانت كتحكم وكانت عندها سلطات واسعة. فلاحيا المستعمرين غياخدوا أخصب الأراضي الزراعية وغيفوتوها للمعمرين، وهذا الشيء اللي كان كيتسمى بالاستيطان الزراعي. وهكا الفلاح المغربي غيتأثر سلبيا من هذا الشيء، والفلاح المغربي عانى من الفقر والتهميش من اللي خداو ليه الملكية ديالو. صناعيا فرنسا ركزت على الاستغلال المنجمي واستغلت الفوسفات اللي كان في المغرب، زائد أنها عمرت الأسواق المغربية بالمواد المصنعة الفرنسية، وهذا الشيء اللي خلى الحرفيين يديروا فايت وتكفسات الأوضاع ديالهم. في المجال التجاري المغرب كان كيصدر المواد الأولية والفلاحية اللي كانت القيمة ديالها منخفضة بزاف، ولكن في الاستيراد كانوا كيستعرضوا المواد المصنعة اللي كانت القيمة ديالها مرتفعة، وهكذا تزاد العجز التجاري. أنا أعطيكم مثال صغير باش تفهموا شنو وقع في المجال التجاري. مثلا انت غتبيع لواحد فرنسي واحد طربوش بخمسة دولار، وهو غيبيع لك مثلا ريحة بستين دولار مثلا، فاللي غيكون عنده العجز التجاري هو انت، حيتاش انت غتبيع بخمسة دولار وهو غيبيع لك بستين دولار، يعني انت خصك تزيد من عندك باش تشري داك البغفان. وهكا كانت المظاهر والانعكاسات ديال الاستغلال الاستعماري في المجال التجاري. غنساليو دابا بالمجال المالي. في المجال المالي الرأسمالية ديال الأبناك الفرنسية سيطرات على المغرب، حيتاش كانت كتمول باش تبني مشاريع كبيرة في المغرب، وهكا المغرب غيغرق في الديون، والفوائد ديال فرنسا كانت مرتفعة. فكيف ديما شكرا لكم بزاف على الاستماع ديالكم ليا، كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا. ما تنساوش تبارطاجيو باش تعمل فائدة. إلى اللقاء. غنفهموا آخر درس في التاريخ اللي هو نضال المغرب من أجل الاستقلال واستكمال الوحدة الترابية. الحوايج اللي غيخصنا نفهموا في هذا الدرس هي شنا هي الحركة الوطنية، وشنا هي العوامل ديال نشأة الحركة الوطنية، أهم التطورات ديال الحركة الوطنية، ومراحل استكمال الوحدة الترابية. غنفهموا بعدا شنا هي الحركة الوطنية. الحركة الوطنية هي واحد تيار شعبي كان بقيادة واحد المجموعة من المثقفين، واحد النخبة ديال المثقفين، وهاد المثقفين كانوا كيشارجيو الشعب باش ينوض للاستعمار ويقلب على الاستقلال من خلال النضال السياسي. هاد الحركة هادي بانت في الثلاثينيات
فاش بان الظاهر البربري. هذا الظاهر البربري دارته فرنسا باش تشعل العافيه ما بين العرب والامازيغ، وكانت باغا دير سياسه تفرق تسود. ولكن هاد النخبه، هاد الحركه الوطنيه اللي فيها النخبه ديال المثقفين، كانوا عايقين بالقالب. نشوفوا دابا عوامل نشاه الحركه الوطنيه. العوامل اللي خلات هاد الحركه الوطنيه تبان كانت عوامل سياسيه وعوامل عسكريه، عوامل سوسيو اقتصاديه وعوامل ثقافيه. العوامل السياسيه كانت فاش السلطات ديال الحمايه حطوا الظاهر البربري باش يشعلوا العوافي ما بين الامازيغ والعرب، وفاش عقت بهم ديك الطبقه المثقفه بدات الحركه الوطنيه، وبدا الوعي كينتشر باللي راه فرنسا بغات تشري الصداع ما بين العرب والامازيغ وتبقى كتفرج باش المغرب يخضع لها بكل سهوله. العوامل العسكريه كانت هو ان المقاومه المسلحه ما قداتش تواجه داك الاحتلال الفرنسي، والمقاومين اللي كانوا احمد الهيبه، عبد الكريم الخطابي، محمد الزياني وعسوب اسلام، كلهم بداو كيستسلموا واحد بواحد، وهذا الشيء خلى الحركه الوطنيه تبان باش تشارجي الشعب من جديد وتجيب الاستقلال للمغرب من خلال النضال السياسي. العوامل السوسيو اقتصاديه بالنسبه لاي واحد كيسمع هذا المرادف ديال السوسيو اقتصاديه وما كيعرفش المعنى ديالو، فالمعنى ديالو هو سياسه اقتصاد، يعني العوامل اللي كانت مرتبطه بالسياسه والاقتصاد. بالنسبه للعوامل السوسيو اقتصاديه اللي بانت فيها الحركه الوطنيه كانت هي الازمه الاقتصاديه العالميه ديال 1929. الازمه العالميه اوروبا كلات فيها الدق، فما بالك بالمغرب اللي هو غير مستعمره في ديك الوقيته. فهاد الانعكاسات ديال الازمه الاقتصاديه العالميه خلات الحركه الوطنيه تبان. اما العوامل الثقافيه اللي بانت فيها نشاه الحركه الوطنيه كانت فاش بانت ديك النخبه المثقفه اللي اطرات النضال السياسي ديال المغاربه من الاحزاب السياسيه اللي كانت ضد الحمايه. سالينا العوامل اللي خلات الحركه الوطنيه تبان، اجي نشوفوا التطورات اللي دارتها هاد الحركه الوطنيه. التطورات مقسومه على ثلاثه ديال الفترات، كاينه التطورات اللي بانت في الثلاثينات، والتطورات اللي بانت في الاربعينات يعني 1940، التطورات اللي بانت في 1950 في الخمسينات. في الثلاثينات الحركه الوطنيه ركزت على المطالب السوسيو اقتصاديه والاداريه، وركزت عليهم في المنطقه الخليفيه والمنطقه السلطانيه. المنطقه الخليفيه هي اللي كانت محتلها فرنسا، والمنطقه السلطانيه هي اللي كانت محتلها اسبانيا، وهذا الشيء بطبيعه الحال في اطار الحمايه. هاد المطالب هادي بدات من داخل الاحزاب السياسيه وانتشرت في الصحف والمجلات والاعلام بصفه عامه. في الاربعينات المغرب غيقدم واحد العريضه في 1944 غيطالب فيها بالاستقلال، ولكن راه كانت عده عوامل اللي خلات المغرب يزعم بهذا الشكل ويطلب الاستقلال. من بين هاد العوامل اندلاع الحرب العالميه الثانيه والاحتلال الالماني اللي كان احتل فيه هتلر في 1940 الاراضي ديال فرنسا كلها، زائد الميثاق الاطلنطي اللي كان في سنه 1941 واللي اعطى الحق للشعوب باش ديسيدي على المصير ديالها. كان واحد العامل اخر فاش المغرب سمحت الامريكان انها تنزل القوات ديالها الساحل ديال الدار البيضاء، والمغرب عاون الولايات المتحده الامريكيه باش تحاصر دول المحور في الحرب العالميه الثانيه. في 1943 السلطان محمد الخامس غيتلاقى الرئيس الامريكي روزفلت وقاولو باللي راه غيدعم المغرب باش ياخذ الاستقلال من بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه. في 1944 غيتاسس حزب الاستقلال وطلبوه كعريضه باش يطالبوا بالاستقلال في 11 يناير 1944. في الخمسينات غيحبس النضال السياسي فاش تنفى محمد الخامس في 1953 ورجعوا للمقاومه والعمل الفدائي والكفاح المسلح. في غشت 1955 غتندلع الثوره ديال الملك والشعب، وهكا فرنسا كان بزز عليها انها تفاوض مع الممثلين ديال الحركه الوطنيه. هاد المفاوضات خلت فرنسا تدير اتفاقيه ديال 2 مارس 1956 باش تلغي الحمايه الفرنسيه على المغرب. اسبانيا حتى هي غدير اتفاقيه مدريد في 7 ابريل 1956 وغتلغي الحمايه الاسبانيه في الشمال، وهكا المغرب خدا الاستقلال ديالو من بعد 46 سنه ديال الاحتلال. غنساليو دابا بالمراحل ديال استكمال الوحده الترابيه. المراحل بدات من 1956 فاش خدا المغرب الاستقلال
حتى 1979. في 1956 المغرب غيسترجع المنطقة السلطانية والمنطقة الخليفية بالشمال. المنطقة السلطانية هي المنطقة اللي كانت معرضة للحماية الفرنسية، والمنطقة الخليفية هي اللي كانت معرضة للحماية الإسبانية. في 1957 غيتسينا واحد المؤتمر دولي والمغرب غيسترجع فيه طنجة. في 1958 دارت واحد الاتفاقية سميتها سينترا وغيسترجع فيها المغرب المنطقة ديال الطرفاية. في 1969 المغرب غيسترجع سيدي إفني من بعد ما عرض القضية ديالو على اللجنة الأممية لتصفيات الاستعمار. في 1975 غدار المسيرة الخضراء وغيسترجع فيها المغرب الساقية الحمراء. وأخيرا في 1979 المغرب استرجع إقليم وادي الذهب، وهنا سالت المراحل ديال استكمال الوحدة الترابية. كانت هذه هي المراحل ديال استكمال الوحدة الترابية. شكرا لكم بزاف على الاستماع ديالكم لهذه السلسلة ولهذه الحلقات. شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معايا. ما تنسوش أنكم تبارتاجيو وديروا لايك. إلى اللقاء.